بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الإله. المراد بالإله هو الحلف في أصل اللغة، وسيأتي بعد قليل تعريف المصنف له بالاصطلاح الشرعي. وقد عبر الفقهاء بالإلاء موافقة لكتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمراد بالإلاء في الأصل اللغة هو الحلف، فإذا حلف الشخص فإنه يسمى موليا. ومن ذلك بيت الشعر المشهور: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية فرته. فدل ذلك على أن المقصود بالإلاء إنما هو الحلف. بيد أن علماء اللغة يقولون إنه لا يوجد في لسان العربي كلمتان متوافقتان مترادفتان تمام الترادف، ولذا فإن الإلاء فيه معنى زائد على الحلف. وهذا المعنى الزائد أنه يدل على التقصير، فإن الإلاء بمعنى التقصير، فإذا حلف على أن يقصر في حق غيره سمي ذلك إلاء. وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وهو أفصح الكلام وأبين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإلاء. إذن الإلاء في اللغة هو الحلف الذي يقتضي تقصيرا في المحلوف عليه، يقتضي تقصيرا في المحلوف عليه. قال: وهو حلف زوج بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. هذا التعريف الذي أورده المصنف هو التعريف الشرعي للإيلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهو بهذا التعريف فعله محرم، فمن حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فإنه يأثم بهذا الحلف ويلزمه الحكم الذي سيأتي بعد قليل، إما الفيء أو التطليق. وأما إذا حلف الزوج على عدم وطء زوجته أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فأقل، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما آل من نسائه شهرا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإلاء أقل من هذه المدة، والحلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فأقل أنه ليس حراما، وإنما هو دائر بين الكراهة والإباحة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل كذلك مكروها. والتحقيق أننا نقول إن الحلف على ترك وطء الزوجة دون أربعة أشهر مكروه إلا إذا وجدت حاجة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لوجود الحاجة وهو التأديب حلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف صلوات الله وسلامه عليه. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو حالف الزوج. الحلف هو القسم أو اليمين، وسيأتي بعد قليل ما يكون. وقول المصنف حلف يصح فيها ثلاثة أوجه في اللغة: إما أن تقول حلف أو حلف أو حلف، وكلها صحيحة وكلها مصدر لفعل الرجل. هذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو تعريف للإلاء، وهو بيان لشروط الإلاء الذي تترتب عليه الأحكام التي سيأتي ذكرها. فقد ذكر المصنف في هذا التعريف أربعة شروط. الشرط الأول وهو الذي ذكره المصنف بقوله: قال حالف زوج بالله تعالى أو صفته، فلا بد أن يكون الحالف بالله جل وعلا أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. ومعنى ذلك أنه لو كان الحلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالمخلوق، أو كان على الحلف بالطلاق كأن يقول علي الطلاق ألا أطأك، أو أن يكون الحلف بالنذر كأن يقول إن وطئت في مدة ستة أشهر فيلزمني كذا وكذا من الطاعات، فكل هذا لا يسمى إيلاء،
وإنما هي يترتب عليها ما يترتب على مطلق التعليق من النذر وغيره. هذه هي المسألة الأولى. إذن من حلف بنذر أو عتق أو بطلاق أو غير ذلك فإنه لا يكون موليا، وإنما يكون يترتب عليه هذا الأثر إن فعله وإلا فلا. إذن ما يترتب عليه أنها يطلقها إن ترك الوطن 4 أشهر. المسألة الثانية والشرط الثاني نأخذه من قول المصنف حلف زوج، فلا بد أن يكون، وهو الشرط الثاني، إلى لا بد أن يكون المتكلم به زوجا، وغير الزوج لا يصح إلى. فعلى سبيل المثال فإن السيد إذا آل من أمته فإن هذا لا يسمى إلى تترتب عليه الأحكام، لأنه ملك والملك أقوى من عقد الزوجية. الأمر الثاني أن قول المصنف حالف زوج المراد بالزوج أي الذي يمكنه أن يطأ، يمكنه أن يطأ ويصح تطليقه. إذن قيدان مهمان لا بد من معرفتهما. إذن هذا الزوج اشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون ممن يمكنه أن يطأ، فمن لا يمكنه أن يطأ كالمجنون، ومن لا يستطيع أن يطأ زوجته لجب كامل أو عنة ونحو ذلك فإنه لا يصح منه الإيلاء ابتداء ولا يترتب عليه الأثر. والشرط الثاني في الزوج إضافة، المصنف أطلق قال زوج ونحن ذكرنا الشرطين، والشرط الثاني للزوج أنه لا بد أن يكون ممن يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ هو من كان في نكاح صحيح وكان مميزا، وسيأتي تفصيل هذا الشرط إن شاء الله من كلام المصنف بعد قليل. هذان شرطان أوردهما المصنف. الشرط الثالث هو الذي ذكره المصنف بقوله على ترك وطء زوجته، على ترك وطء زوجته في قبولها. ومعنى ذلك أنه يشترط أن يكون الحالف في ترك الوطء في القبول. فلو حلف على ألا يطأها في قبولها فإنه يكون موليا، ولو حلف على ألا يطأها في الدبر أو المباشر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما هو يمين مكفرة لها مطلق الأحكام. إذن لا بد أن يكون الشرط الثالث أن يكون على ترك الوطء في القبول. الشرط الرابع أنه لا بد أن تكون زوجته، وهذه مفهومة من الشرط السابق، وبناء عليه إن الأمة والأجنبية لا يصح الإيلاء عليها. فلو أن رجلا قال لأجنبية أنت تحرمين علي سنة، فنقول لا يجب عليه أثر الإيلاء إلا إذا تزوجها، إذا تزوجها قبل انقضاء المدة فإنه يكون حينئذ إيلاء. طيب، قول المصنف على ترك وطء زوجته لا بد من قيد في الزوجة، فلا بد أن نعلم أن الزوجة لا بد أن تكون ممن يمكن وطؤها، وهذا القيد ذكره في المنتهى وهو مهم جدا وسيأتي إن شاء الله. قوله في قبولها واضح، تكلمنا عنه قبل قليل. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قول المصنف رحمه الله تعالى أكثر من 4 أشهر، أي لا بد أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، إما صريحا أو كناية. فالصريح كأن يقول والله لا أطأك سنة، فهذا أكثر من 4 أشهر. والكناية أن يعلقه على شيء لا يقع إلا بعد 4 أشهر، حينئذ يكون بمثابة الكناية. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى أكثر من 4 أشهر، صفة الحلف بالطلاق بالإيلاء، صفة الحلف بالإيلاء المنهي عن شرعا لها 4 أو 5 صيغ، وهو الذي يصدق عليها أنه أكثر من 4 أشهر. الحالة الأولى وهو الصريح بأن ينص في حلفه على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر،
يحرم عليه وطئها، يحلف أنه يحرم أنه سيترك وطئها لمدة 6 أشهر أو سنة، فيقول والله لا أطأها 6 أشهر، فهذا صريح بأنه إيلاف. الحالة الثانية أو اللفظ الثاني أن يقول الزوج والله لا أطأها أبدا، فينص على كلمة أبدا، وهذا هو اللفظ الثاني. الصورة الثالثة أن يطلق فيقول والله لا أطأها، يطلق وينوي في داخل نفسه مطلق الترك لوطئها، لوطئ الزوجة. الصيغة الرابعة أن يعلق الطلاق على شرط لا يوجد في أقل من 4 أشهر، وسيأتي أمثلته من كلام المصنف بعد ذلك. والصورة الخامسة من صيغ الحلف بالطلاق هو أن يعلق الطلاق الصورة الخامسة من صيغ الحلف بترك الوطأ وليس بالطلاق هو أن يعلق وطأها على فعل محرم أو على فعل ضار بها، كأن يقول إن شربت الخمر أو إن وهبت مالك، وسيأتي بعد قليل. إذن هذه الأمور الخمسة سيذكر المصنف بعد قليل أمثلة لها، ونحن أوردناها في البداية لنعرف الصيغ وسنسترجع لها بعد قليل. نعم. يقول الشيخ ويصح من كافر، بدأ يتكلم المصنف في بعض الشروط، وهذا هو الشرط الثاني في الزوج. فنحن قلنا أنه لا بد أن يكون زوجا يصح تطليقه ويطأ مثله، والكافر يصح تطليقه ويطأ مثله، إذن فيصح منه الإيلاء، أو نحكم بأن مرأته إذا حلف بترك وطئها أنه إيلاء، ولكنه لا يكفر إلا بالكفارة المالية ولا يكفر بالصيام لأن الصوم لا يصح منه. قال وقن، والمراد بالقن هو العبد، فالعبد والحر سواء في هذا الباب، ويضرب للقن المدة التي تضرب للحر وهي 4 أشهر. قال ومميز، والمميز هو من بلغ 7 سنين أو نحوها وكان دون سن البلوغ، والمميز يصح طلاقه فيصح إيلاء، ولكن هذا المميز لا يؤمر بالفيئة ولا تلزمه الكفارة إلا بعد بلوغه. فلو أن مميزا ابن 7 سنين متزوج حلف على ألا يطأ زوجته، فنقول الإيلاء صحيح لكن لا يلزم بالفيئة إلا إذا بلغ، ولو تأخر البلوغ 7 سنين أو 8 فحينئذ يعني الإلزام بالفيئة تأخر لحين البلوغ لأنه وقت التكليف. قال وغضبان، وتقدم معنا أن الغضبان يقع طلاقه فكذلك يقع إيلاؤه، والمقصود بالغضبان غير الدرجة الأولى، مر معنا أن الغضبان له 3 درجات، غضب مغلق وهذا لا يقع بإجماع أهل العلم طلاقه ولا إيلاؤه، وغضب في مباديه يقع بإجماع أهل العلم طلاقه وإيلاؤه وسائر التصرفات التي تقع منه، وغضب بينهما، والمذهب أنه يقع طلاقه في هذه الحال ما دام يفقه ما يرى. قال وسكران، السكران سواء كان سكره بعذر أو بدون عذر فإنه يقع طلاقه، وسكران إذا كان سكره بدون عذر، وأما إن كان سكره بعذر، كيف سكر بعذر؟ أن يكون شرب المسكر مكرها أو مخطئا أو جاهلا بكونه مسكر، فإنه حينئذ لا يقع طلاقه ولا يقع سائر تصرفاته القولية، سائر تصرفاته القولية. وأما إيلاؤه إن كان شربه للمسكر بغير عذر فإنه لا يقع، فإن عفوا يقع ويلزم بالفيئة أو يفرق بينه وبين زوجه. عندنا هنا مسألة فقط دقيقة نبهت عليها في باب الطلاق وسأعيد التنبيه عليها. ذهاب العقل بتناول شيء يذهبه المذهب أنه نوعان، وهو عند أهل العلم جميعا نوعان، إما أن يكون بشيء مسكر وإما أن يكون بشيء مغيب. فالمسكر هو الخمر الذي يحدث نشوة وطربا، وأما المغيب فهو الدواء كالبنج
وبعض أنواع المخدرات ونحو ذلك، هذه تغيب العقل. والفرق بين المغيب بالسكر وغيره من جهات: الجهة الأولى أن المغيب بالسكر يقام عليه حد السكر، وأما المغيب بغير السكر فإنه لا يقام عليه حد السكر وإنما يعزم. ومن الفروق هنا فإنهم يقولون من ذهب عقله بغير السكر ببنج ونحوه لا يقع طلاقه سواء كان بعذر أو بدون عذر، وأما السكران فإنه يقع طلاقه إن ذهب عقله بدون عذر، يعني شرب السكر متعمدا، وأما البنج فيقول لا يقع. نص على ذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى في باب الطلاق وتكلمت عنها في محله. نعم. قال: ومريض مرجو برؤه، أي أن المريض الذي يرجى برؤه فإنه يصح طلاق إلاؤه، وأما الذي لا يرجى برؤه مطلقا فهذا يعني لا يرجى برؤه ولا يستطيع الوصف طبعا، ففي هذه الحال لا يصح إلاؤه. قال: وممن لم يدخل بها، أي سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها فإنه يصح الإلاء منها. قال: لا من مجنون ومغمى عليه. المجنون والمغمى عليه لو حلفوا على ترك وطء الزوجة فإن اليمين لا تنعقد ابتداء، ناهيك عن أن يترتب عليها أثر وهو التفريق بين الرجل وزوجته، إذا لا تنعقد اليمين أساسا من المجنون والمغمى عليه لعدم قصده وإرادته اليمين القصد التام. قال: وعاجز عن وطء. هذا هو تفصيل الشرط الذي سبق ذكره، فإن ذكرنا أن الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الإلاء صادرا من زوج يمكنه الوطء، يمكنه الوطء فلا بد أن يكون قادرا على الوطء، وأما العاجز عن الوطء فإنه لا يصح إلاؤه، لا يصح إلاؤه، بل يمكن للمرأة أن تفرق أو يعني أن تفسخ عقد النكاح بسبب عيب النكاح إن كان مجبوبا أو بسبب العنة إن كان لا يستطيع الانتشار، فيفرق بينهما لغير الإلاء وإنما يفرق للعيب في العقد. طيب، أو العيب في العقد. قال: وعاجز عن وطء لجب كامل. الجب هو القطع المذاكير، فإن قطعت المذاكير كاملا فإن هذا الرجل لا يستطيع الوطء مطلقا، فحينئذ لا يصح إلاؤه، لا يصح إلاؤه ولا ترتب عليه آثار الفرقة. وأما إذا كان الجب ناقصا أي لبعض الذكر وبقي من الذكر ما يطأ به، وسبق معنا أن المراد بقول الفرقة وبقي ما يطأ به أي بقي من الذكر بمقدار الحشفة، بمقدار الحشفة، فإن هذا يصح إلاؤه. قال: لجب كامل أو شلل. المراد بالشلل هنا ليس شلل الأطراف، وإنما الشلل للآلة أي الذكر. نص على ذلك الشيخ عثمان وغيره وابن عوض وغيره، نص على أن المراد بالشلل هنا إنما هو شلل الآلة وليس شلل الأطراف جميعا، لأن المحل هو ذاك. وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة هذا الباب، بدل من أن نذكر العاجز عن وطء نقول إنه ذكر ذلك الخلوة، قال: إنه لا يثبت الإلاء مع عارض لا يرجى زواله من أحدهما. هذا هو القاعدة، لا يثبت الإلاء مع وجود عارض لا يرجى زواله من أحدهما. فلو كان في الزوج عارض لا يرجى زواله كمرض مزمن أو جب زي ما تفضلت الشيخ عبد الله أو قضية الشلل الآلة، فحينئذ لا يرجى برؤه فلا يصح إلى هذا من طرفه. ومن طرفها هي المانع الذي يكون من طرفها في الوطء كالرتق، فإذا كانت المرأة رتقاء فإنه أيضا لا يصح الإلاء منها لعدم الإمكان، لعدم الإمكان. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض الألفاظ التي يقع بها الإلاء والتي ذكرناها أنها ترجع إلى خمس صيغ، فقال: إذا قال لا وطئتك أبدا، نحن ذكرنا خمس صيغ يحصل بها الإلاء، إما أن يذكر مدة فوق أربعة أشهر أو أن يقول لا وطئتك وينص على أنه أبدا
أو أن يطلق يقول لا وطئتك ويسكت مع النية أنه نية التأبيد، أو أن يعلقه على أمر لا يقع إلا غالبا إلا بعد 4 أشهر، أو أن يعلقه على أمر محرم كما سيأتي. قال المصنف هنا قول وإن قال لا وطئتك أبدا، هذه الصيغة الأولى، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، لابد أن تزيد عن 4 أشهر، لكن لو قال لا وطئتك 4 أشهر فإن هذا من الإلاء الجائز أو المكروه، فيكون جائزا أو مكروها، ولكن المحرم أن يزيد فوق 4 أشهر. قال أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، هذا النوع الثاني. قال أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، هذا هو النوع الثالث، وهو أن يعلق الوطء على شرط غالبا لا يوجد في أقل من 4 أشهر أو أقل من مدة الإيلاء. وضرب المصنف لها مثال، المثال الأول قال حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال، وقد استشكل هذين المثالين بعض أهل العلم وقالوا إن في ذلك نظر، فإن هذين الأمرين نزول عيسى وخروج الدجال قد يكون قريبا، قد يكون قريبا وليس غالبا أنه سيزيد عن 4 أشهر، وذلك في حديث النواس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم خبر الدجال قالوا حتى ظننا أنه في طائفة النحل، أي أنه قريب منا، وذلك يخرج الدجال على حين غضبه، الله أعلم متى تكون. وهذا الذي استشكله بعض أهل العلم كالشيخ محمد الخلوتي، استشكل ذلك قال إن التمثيل بهذين فيه نظر. وذكر بعض الفقهاء أن القول بأنه حتى ينزل الدجال صحيح إلا في حالة واحدة، وهو إذا قال هذه الكلمة في اليوم الثاني من خروج الدجال، لأنه قبل خروج الدجال الدجال سيمكث يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر الأيام كسائر أيامنا أو أسرع من ذلك، فقال إذا ذكر ذلك في اليوم الثاني فالذي هو يوم كشهر معنى ذلك أنه بقي على خروج الدجال أقل من أو أقل من 4 أشهر، بل هو أقل من شهرين ربما. ذكر ذلك بعض علماء الشافعية ونقلها بعض المحشين على المنتهى، ولكن أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كسنة، لم يقل إنه سنة كاملة، قال هو يوم يمد فيكون كسنة كاملة، لذلك فيه نظر ما ذكره بعضهم. ولذلك ما ذكره الخلوتي من الاعتراض على هذه الجملة في محلها، ولذلك قال هو إشكال بدهي، يعني واضح وجلي لا يحتاج إلى توضيح. لكن هناك مثال أوضح من ذلك، قالوا إذا علق المرء طلاق زوجته على حملها وهي آيس، وهي آيس أو عفوا تعلق الطلاق متعود عليك الطلاق، إذا علق المرء وطأ زوجته حلف على ألا يطأ زوجته على حملها وهي آيس، غالبا الآيس ماتت، فغالب الظن أنها لم يولد هذا الشيء قبل 4 أشهر. وقد ذكر العلماء من باب الاستطراد قليلا فقط بسرعة أن من علق وطأ زوجته حلف على تعليق وطء الزوج على ولادتها فإنه يكون موليا في حالة، الحالة الأولى إذا كانت آيسا، والحالة الثانية إذا كان قد علقه في طهر لم يجامعها فيه فإنه حينئذ يكون موليا، لأنها لا يمكن أن تحمل وهي يعني لم يضعها، أو كان قد وطأها في طهر جامعها فيه ولكنه تركها حتى غلب على ظن عدم حملها فحينئذ يكون موليا. قال أو حتى تشرب الخمرة، هذا هو الصيغة الثالثة أظن أو الرابعة، وهو تعليقه على المحرم، إذا قال حتى تشرب الخمر أو قال حتى تسقط دينك أو تهب مالك لي، أيضا هذا محرم لأنه أخذ لمالها من غير وجه حق فلا يجوز ذلك. وبعض الناس يقول والله لا وطئتك حتى تسقط الدين الذي عليك بفلان أو علي، فنقول هذا حكمه حكم الإله، يضرب القاضي لها 4 أشهر، فإن لم يفئ الزوج فإنه يؤمر بالتطليق وإلا طلق عليها القاضي. قال ونحوه أي من الصيغ فيكون موليا حين ذلك. انتهينا الآن من ذكر صفة الإيلاء، ما هي اليمين ومن هو الزوج وما هي الزوجة وما هي المدة وكيف تكون.
الذي سنتكلم عنه من الآن فما بعد هو ما يتعلق ما الذي يترتب من الأحكام على من أتى بالإيلاء، ما هي الأحكام الذي ما هي التي تترتب عليه. فنقول إنه لا يترتب أي حكم عليه قبل مرور أربعة أشهر، فإن مرت أربعة أشهر فالزوج يؤمر بالهيئة أي بالرجوع لزوجه ووضعها، سنتكلم عن الهيئة بما تكون بعد قليل، وتكون الهيئة بالفعل وإن عجز عنها بالقول. فإن فاء بوضعها فإنه يكفر كفارة يمين، وإن امتنع من الهيئة فإنه يؤمر بالتطليق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم، فالحاكم يطلق بعد أربعة أشهر وفترة قليلة يمكنها أن تطالب بها الزوجة. إذا ما الحكم الذي يترتب على من آل من زوجته بأحد الصيغ التي سبق ذكرها؟ أنه بعد تمام الأربعة أشهر إما أن يفي وهو أن يطأ زوجته ويكفر، وإما أن يطلق أو يطلق عليه القاضي. هذا هو الأحكام المترتبة على الفيئة. وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف نقول لا يصح ترتيب هذا الحكم إلا بشروط، فيشترط لترتيب هذه الأحكام على الإيلاء أربعة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن توجد اليمين والصيغة التي تقدم ذكرها، بالصيغة التي تقدم ذكرها وهي أن تكون أكثر من أربعة أشهر إما حق صريحا أو كنالة، وأن تكون من زوج وزوجة ونحو ذلك مما تقدم ذكره. الشرط الثاني أنه لا بد أن تمر أربعة أشهر كاملة، أربعة أشهر كاملة. وقاعدة المذهب في ضبط مرور أربعة أشهر هو كم؟ أن تكون 120 يوما كاملة وتحسب بالساعة، إلا في حالة واحدة وهو إذا آل من امرأته على رأس شهر قمري، فتكون المدة بالأشهر لا بالأيام، سأتكلم عنها بعد قليل. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وهذا مهم جدا أن تعلمون أنه لا يترتب أي أثر من آثار الإيلاء إلا إذا طالبت الزوجة بعد مرور أربعة أشهر، لا بد أن تطالب. فإن لم تطالب المرأة بذلك فإنه حينئذ لا يترتب عليه أثر. فإن عفت سقط حقها، سقط حقها، قال عفوت، إذا سقط حقها بالكلية. إن لم تطالب فيبقى حقها باقيا، فإن عفت سقط، والآثار لا تثبت إلا بعد المطالبة. هذه أربعة أشهر أو أربعة شروط لا بد من ذكر معرفتها: وجود اليمين وعدم الهيئة ومرور الأشهر الأربع ومطالبة المرأة. طيب نأخذ كلام المصنف على سبيل السرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا مضى أربعة أشهر، عرفنا أن الأربعة أشهر يبتدأ حسابها من ساعة الحلف، من الساعة التي حلف فيها، إذا فتحسب من الحلف وتحسب من الساعة التي تكلم بها، الساعة الخامسة، السادسة، العاشرة، وهكذا. وتكون المدة قلنا 120 يوما إلا في حالة واحدة وهو إذا آل منها على رأس شهر قمري، ودع ذلك الحديث الذي في البخاري حينما آل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فامتنع من نسائه 29 يوما فقط عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا هنا مسألة مهمة في قضية إن كان هناك عذر من أحد الزوجين. فنقول إن كان هناك عذر من أحد الزوجين فإن كان العذر بالزوج يمنع الوضع كسفره ونحو ذلك احتسب من المدة، يحتسب من المدة. وإن كان العذر بها هي، هي التي فيها عذر، أحرمت بعد هذا التلفظ مباشرة وبقيت على إحرامها أربعة أشهر، فنقول وإن كان العذر منها هي لم يحتسب من المدة، كالإحرام والنفاس والنشوز، ولا يستثنى من ذلك إلا عذر واحد من قبلها يحتسب فيه المدة وهو عذر دائم التكرر وهو الحيض. إذن كل عذر من قبل الزوج يمنع بالوضع مؤقت يحتسب من المدة كسفره ومرضه ونحو ذلك.
والأعذار التي تكون من جانب الزوجة تقطع المدة كنفاسها ونشوزها وإحرامها. وأما العذر الذي هو الحيض فإنه لا يقتطع به لأنه غالب ولم يستثنه الله عز وجل في كتابه. طيب، إذن عرفنا الآن كيف تحتسب الأربعة أشهر. قال من يمينه، أي تحسب هذه المدة الأشهر الأربع من حين يحدث وليس من حين التقاضي. قال ولو قنا، أي والقن تحسب عليه أربعة أشهر كذلك. قال فإن وطئ، أي الزوج، ولو بتغليب حشفة في الفرج فقد فاء، تكون الفيئة خلال المدة وبعدها بالوطئ ولو بهذا الحد الذي ذكره المصنف. وهذا الحد سبق معنا أنه هو الذي يجب به الغسل في الجنابة، وهو الذي يحصل به الإحصان في باب الزنا، وهو الذي يحصل به وجوب الحد في الزنا، وهو الذي يحصل به الرجعة في الفيئة والرجعة في باب الرجعة من الطلاق. فهذا الحد متكرر معنا دائما، وهو تغيب الحشقة أو قدرها. طيب، قال فقد فاء، أي رجع إلى زوجته ولزمه التكفير. قال وإلا أمر بالطلاق. طيب، انظروا معي هنا مسألة مهمة. نحن قلنا متى تجب الهيئة؟ إذا تمت أربعة أشهر وإيش؟ وطالبت المرأة. قبل ذلك لا تجب، قبل ذلك ليس بواجب. ونحن قلنا إنه نستلم آل شهرا ليس واجبا، وإنما السنة والأفضل أن تأتي إلى زوجك أو أن تطلقها. طيب، عندي مسألتان. المسألة الأولى، لا تلزم الفيئة وتسقط في حالة، الحالة الأولى إذا لم تتم المدة، والحالة الثانية إذا لم تطالب الزوجة، والحالة الثالثة إذا طلقها، والحالة الرابعة إذا مات أحدهما لفوات المحل. وهذا واضح، هذه المسألة الأولى وهي واضحة. المسألة الثانية، إذا وجد الشروط الأربع اللي ذكرناها قبل قليل في ترتب الحكم، فنقول يجب على الزوج أن يفي. وكيف يفي؟ يجب أن تكون الفيئة بالفعل، وهو الوضع الذي ذكرناه قبل قليل. فإن كان وقت وجوب الفيئة عاجزا عن الوطء، بأن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه أو غائبا ونحو ذلك، فنقول حينئذ يجب عليه أن يفيء بلسانه. إذا متى يكون الفيئة باللسان في باب الإلاء؟ بعد وجود الشروط الأربعة، يعني انقضاء المدة وكل شيء، ويكون هو عاجزا عن الوطء، عاجز عن الوطء لعارض سيزول. وأما إذا كان عارض لا يزول فإنه لا يكون إلى أن سقط الإله، لكن لابد أن يكون عارض يزول. طيب، كيف تكون الفيئة بالقول؟ سهل جدا، أن يقول لو قدرت لجامعتك، أو إذا قدرت جامعتك، هذا هو الفيئة بالقول. ويترتب على الفيئة بالقول أنه ينظر إلى حين شفائه وقدرته، ولا تجب عليه الكفارة بمجرد الكلام، بل لا تجب الكفارة إلا إذا فاء بالفعل. واضح المسألة؟ إذا متى يكون الفيء بالقول وما يترتب عليه؟ يكون الفيئة بالقول إذا مضت المدة وطالبت الزوجة وشرطت الشروط السابقة. والأمر الثاني، كان عاجزا عجزا مؤقتا عن الفعل وهو الوطء، فحينئذ يلزمه وجوبا أن يفيء بلسانه. فإن لم يفيء بلسانه انتقلنا للثاني وهو تطليق الحاكم، يجب أن يطلق الحاكم عليه. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول، إذا مضت المدة يجب الفيئة إما بالفعل أو بالقول عند العجز. فإن لم يفئ أمره القاضي أن يطلق، يقول طلق، أو بمعنى أصح أمره القاضي أن يفارق زوجته، لنقول يفارق زوجته، لأن للزوج الحق أن يطلقها، وله الحق أن يخالعها، فإن المخالعة حينئذ يكون يعني مسقطا لحقه ولحقه، وهو جائز لها. وذلك يقول المصنف فإن فاء بالقول أو بالفعل كما سبق معنا، وإلا أمر بالطلاق، يعني يأمره القاضي بالطلاق فيطلق إما واحدة أو ثلاثا أو أن يخلع.
قال فإن أبى قال لن أفي ولن أطلق. طلق الحاكم عليه، يعني الحاكم هو الذي يطلق عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، أي فسخ هو أو فسخ القاضي. قول المصنف واحدة أو ثلاثا أو فسخ تعود إما للزوج، فالزوج مخير بين أن يطلق واحدة أو ثلاثا أو أن يفسخ، وتعود للحاكم أيضا، فيصح للحاكم أن يطلق واحدة أو أن يطلق ثلاثا أو أن يفسخ، سواء فسخا مجانيا أو بعوض، لأن الصحيح عند متأخر الحنابلة أنه يجوز للقاضي أن يفسخ على عوض خلافا لما عليه جمهور أهل العلم. الجمهور لا يرون ذلك، وذكر بالمفلح وأول من ذكر ذلك أن بعض المتأخرين قضاة الحنابلة من المقادسة قالوا يجوز للقاضي أن يجبر على الخلع على عوض، وتقدمت معنا هذه المسألة في محلها باب الخلع. طيب، هنا استشكل هذه الجملة من جهة، قالوا الزوج يحرم عليه أن يطلق ثلاثا، يحرم عليه شرعا، فالنائب كذلك، القاضي ليس له أن يطلق ثلاثة، فإن هذا محرم على الزوج فيكون محرما على القاضي. إذن فالأولى على القاضي أن لا أن يطلق إما واحدة أو أن يطلق بفسخ من غير ثلاث. ذكر ذلك الخلوة أيضا في حاشيته. وأنا أكرر لكم دائما الخلوة يتميز بميزات، ما هي؟ أنه دائما ينتقد الألفاظ، وهذه ميزة قلما توجد في غيره، فهو من كتب التصحيح، في فن عند الفقهاء يسمى بالتصحيح. ما هو التصحيح؟ أن يأتي شخص لكتاب ثم يأتي بألفاظه ويقول إن هذه اللفظة غير دقيقة، ليست المرادة، أن هذه اللفظة عليها مشكلات كذا، فيصحح العبارة. من أشهر كتب التصحيح تصحيح الفروع للمرداوي، تصحيح التنبيه للنووي، تصحيح المنهاج للبلقيني وهو كتاب جليل جدا لو أتمه مؤلفه، وغيرها من الكتب التي عنيت بالتصحيح. إذن الخلوة في حاشية فيه كثير من التصحيح. الأمر الثاني، فيه كثير من العناية بالفروق والاعتراضات، وهذه يعني ميزة فيه. حتى قال بعض مشايخنا عليه رحمة الله تركي والشيخ ابن عقيل يقول يذكر الاعتراضات ولا يحلها، يعني يذكر دائما يقول هنا إشكال لكن ليس له، يعني ما يذكر حلها، فيحل هذه الاعتراضات من تلميذه. ومن تلميذه؟ دائما نكرر، من تلميذ الشيخ محمد الخلوفي؟ أحسن، الشيخ عثمان بن قائد. أحسن سحبك ابن قايد، هذا هو تلميذ الشيخ محمد الخلوفي. فيأتي وكثيرا ما يحل استشكالات شيخه، وذلك أتمنى أن يطبع الكتابان أسفل بعضهما، فإن هذا يولد استشكال وهذا يحله، أو يذكر أمرا يطلقه وهذا يقيده هكذا. طيب، يقول الشيخ وإن وطئ في الدبر، هذا سهل جدا، يقول وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فإنه لا يفي، لا يسمى فيئا، لأن الفيئة لا بد أن تكون بالجماع. طيب، الجماع إذا كان جماعا محرما كأن يجامعها في حيض أو أن يجامعها في نفاس أو أن يجامعها حال إحرامها، فهل يكون فيئة أم لا؟ المذهب نعم أنه فيئة، وسبق معنا في الدرس الماضي أن الرجعة تكون بالوضع المحرم بخلاف التحليل للزوج الأول، فإنه لا يكون بالوضع المحرم. وقد قيل ما الفرق بينهما، ذكر ذلك الخلوة في دادة، وحاولوا أن يجعلوا لها فروقا في التفريق بين المسألتين، فمما ذكروا من الفروق قالوا إن هذا رجعة للأمر الأول، والرجعة للأمر الأول يعني يباح بالفعل وإن كان محرما، وأما النكاح التحليل المحلل هذا متى يحل له، فإنه ليس إرجاع للأمر الأول بل هو استباحة وضع جديد، فلا بد أن يكون وطئا مباحا لا محرما. طيب، يقول وإن كانت بكرا، أي المرأة كانت بكرا ودعت البكارة، يعني قال أنا نعم أو قال ذلك، يقول المصنف آسف نسينا كلمة، يقول وإن ادعى بقاء المدة، اختلف الزوج مع الزوجة فقال لم تنتهي الأربعة أشهر، وهي قالت لا أنت حلفت من ستة أشهر ومقر باليمين لكنه مخالف لها في المدة، فإنه يصدق مع يمينه، يصدق مع يمينه، أي أن القول قوله لأنه هو الذي تكلم فهو أعلم. هنا استشكال في قوله في قولهم صدق مع يمينه، لماذا جعلت اليمين مع أن القاعدة عند الفقهاء أن اليمين إنما تكون في الأموال، وعندهم قاعدة أنه لا يمين في الأنكحة، النكاح لا يمين فيه،
فهذه من استشكالات في هذه المسألة، وسنتكلم عنها إن شاء الله في باب الأيمن في القاعدة. قال: أو ادعى أنه وطئها، حلف الرجل على زوجته ألا يطأها مدة سنة، فلما رفعت القاضي أثبتت أنه قد حلف على ذلك قبل 4 أشهر، فلما جاء القاضي قال: نعم أنا حلفت قبل 4 أشهر ولكني قد وطأتها خلال هذه المدة الماضية، ولا بينة له ولا لها، صدق هو لأن هذا الفعل هو الوطء من قبله ولكن مع يمينه، لا بد أن يحلف على ذلك، فالقول قول لأنه هو المتكلم. قال: وإن كانت بكرا، يعني ثبت أنها حقيقة أنها بكر، أو ادعت البكارة، قالت: ما زلت بكرا، وشهد بذلك امرأة، يكفي بذلك شهادة امرأة واحدة، لأن القاعدة أنه ما كان من باب الإخبار فيكفي فيه رجل ولو امرأة، كما مر معنا في باب الصوم في دخول الشهر ونحو ذلك. قال: وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، أي صدقت هذه المرأة بقولها أنها ما زالت بكر وأنه لم يطأها زوجها، أيضا مع يمينها، فلا بد أن تحلف اليمين. ختم المصنف هذا الباب بقوله: وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمولي. أتى المصنف في آخر جملة في الباب ليقول إن هناك حالات تلحق بحكم الإيلاء وإن لم يكن فيه يمين، وإن لم يكن فيه يمين، فإن المرأة إذا امتنع من وطء زوجته سواء كان معه كلام أو بدون، لكن غير يمين، معه كلام، قال: لن أطأك سنة، لن أطأك سنة، أو امتنع من غير كلام، فلا نسميه إيلاء إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان امتناعه هذا للمضرة بها من غير عذر، من غير عذر، فحينئذ نقول يحكم بحكم الإيلاء، يحكم بحكم الإيلاء إذا قصده الإضرار بها. وأما إن كان هناك عذر، هو قد سافر غائب عن زوجته 6 أشهر أو أكثر من ذلك، فإنه حينئذ لا يسمى إيلاء، لكن إذا قصد الإضرار بها، وهذا قاعدة لا يعملها إلا الحنابلة والمالكية فقط، والحنابلة أظهر عندهم وأدق هذه القاعدة، وهو التي يسميها المعاصرون بالتعسف في الحق، فإن التعسف في الحق يعمله فقهاء الحنابلة والمالكية فقط، لأنهم يعملون المقاصد، فقد يعمل الشخص ما له فعله ومع ذلك مرتب عليه فعلا أو أثرا ممنوعا، فالشخص يجوز له أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر من غير حلف، لكن يلحقه بالحلف إذا كان قصده الإضرار بها، وهذا واضح مثل العضل وسبق معنا وهكذا لها الظاهر. طيب، بذلك نكون انتهينا من كتاب الإيلاء، نتكلم في أول كتاب الظهار ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. والظهار أورده الله عز وجل في كتابه في قصة امرأة ثعلبة رضي الله عنها وهي خولة، حينما ظهر منها زوجها، وسمي الظهار ظهارا لأن الرجل في الزمان الأول يشبه المرأة بظهر من تحرم عليه، فكان ذلك أظهر التسمية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو محرم، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، فهو محرم، بل هو شديد التحريم، وكذلك الإله فإنه محرم كما سبق معنا. يقول الشيخ: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل فإنه يكون ظهارا. انظروا معي، الأمر الأول قوله: من شبه زوجته، من شبه زوجته، وقوله من شبه لا بد أن يكون فيه تشبيه، لا بد أن يكون فيه تشبيه، وبناء على ذلك لو نادى الرجل زوجته بمن تحرم عليه، فقال الرجل لزوجته: يا أمي، أو قال لها: يا أختي، فإن هذا لا يكون ظهارا، وإنما قال الفقهاء: يكره للرجل أن ينادي زوجته بمن تحرم عليه، ما يقول: يا أمي، يا أختي،
يكره لأنه قد يؤدي إلى لفظ الظهار، لكن ليس فيه تشبيه. قال يا أمي، فمعنى إظهار الكرامة كذلك. وكذلك المرأة، ذكر فقهاؤنا أنه يكره لها أن تنادي زوجها بيا أخي أو يا أبي أو نحو ذلك، إذن فلا بد فيه من التشبيه. الأمر الثاني قوله زوجته، إذن لا بد أن يكون التشبيه للزوجة، فغير الزوجة من الأمة أو الأجنبية لا يصح المظاهرة منها، وسنتكلم عن الأجنبية بعد قليل. قال أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. انظر معي، قوله شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل، شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل، هذا يدلنا على أن صور التشبيه أربعة: تشبيه زوجته بمن تحرم عليه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تشبيه بعض زوجته بمن تحرم عليه. الصورة الأولى تشبيه زوجته بمن تحرم عليه: أنت، من غير يمين طبعا، الظهر ما في يمين، أنت كأمي أو كظهر أمي، ما نقول كأمي، أنت كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، تشبيه للزوجة كلها بمن تحرم عليه، لا ببعض كظهر أمي، لكن كأمي، أنت علي كأمي، بكل امرأة تحرم عليه كلها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تشبيه المرأة امرأته ببعض من يحرم عليه: أنت علي كظهر أمي، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه أو بمن يحرم عليه، يقول ظهرك كأمي، ظهرك علي كأمي، لا بد أن تقول علي أو عليه. الصورة الرابعة التشبيه أن يشبه البعض بالبعض، أن يقول لزوجته ظهرك عليه كظهر أمه، واضح؟ إذن أربع صور، هذا معنى قوله شبه بعضه ببعض أو بكل. طيب، المسألة الثالثة قوله من تحرم عليه، من تحرم عليه، قوله من تحرم عليه هنا نستفيد منها ثلاثة أشياء. الأمر الأول من تحرم عليه على سبيل التأبيد، يعني أبدا، وهي محارم بنسب أو برضاع كما سيأتي بعد قليل. والأمر الثاني من تحرم عليه بسبيل التقييد، فالمرء يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، فلو قال أنت علي كظهري أختك أختك، فإنه يعد أيضا ظهارا، وهذا معنى قول من تحرم عليه. شوف كلمة أبدا سنشرحها وحدها، اصطلها. الحالة الثالثة أن يشبهها بامرأة أجنبية تحرم عليه لعدم الزوج، لو قال أنت عليك أم الجيران فهو يسمى ظهار كذلك، فهو ظهار. الصورة الرابعة أن يشبهها بذكر، كأن يقول أنت عليه كأبيه. إذن فقول المصنف بكل من تحرم عليه يشمل من حرمت عليه على سبيل التأبيد، ومن حرمت عليه على سبيل التأقيد، ومن حرمت عليه على لعدم العقد عليها وهي الأجنبية، وبالذكر. إذن فقوله تحرم من باب الأغلب في النساء، ويدخل فيها أيضا الرجال، فلو شبهها بواحد من هذه الأربع فإنه يكون كذلك. واضح المسألة؟ طيب، قال بكل من تحرم عليه أبدا. كلمة أبدا لها احتمالان، انتبهوا معي في حل ألفاظ المصنف. إما أن يكون مقصود المصنف تحرم عليه أبدا، وأما الذي تحرم عليه مؤقتا على سبيل التأقيد فإنها لا تكون ظهارا، فنقول هذا غير صحيح، فإنه يشمل ما حرمت عليه أبدا وما حرمت عليه على سبيل التأقيد معنا. وإما أن يكون مقصوده بأبدا أي أن الظهار مؤبد، أن الظهار مؤبد ليس مؤقتا، ليس أنت تحرمين
ظهر أمه مدة يوم، وإنما قال على سبيل التأكيد، على سبيل التأبيد ولا ليس على سبيل التأكيد. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عن التأكيد. إذن قول المصنف أبدا لها احتمالان، إما أن تعود للظهار أي أن الظهار مؤبد، وإما أن تعود للتحريم فيكون التحريم على المشبه به وهو المرأة المحرمة يجب أن تكون على سبيل التأبيد، فيكون حينئذ الكلام ناقصا، فنقول إما أبدا أو مؤقتا. طيب، قال بنسب أو رضاع، هذا توضيح لمن تحرم عليه، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، لا بد أن يكون البعض المشبه به من زوجته أو من تلك المرأة الأخرى المحرمة، لا بد أن يكون البعض عضوا لا ينفصل كالظهر والبطن واليد والرأس والقدم ونحو ذلك والبضع كذلك، باب أول. إذن لا بد أن يكون عضوا لا ينفصل. وأما إن كان العضو منفصلا فإنه حينئذ لا يصح الظهار، فلو قال شعرك أو قال صوتك أو قال يعني اظفرك أو نحو ذلك من الكلام أو ريقك أو قال روحك، لأن الروح تنفصل عند النوم، فإنه حينئذ لا يسمى ظهارا لأنه ينفصل، وأما المتصل فليس كذلك، وحينئذ يسمى لغوا، يعتبر لغوا. طيب، يقول بقوله لها أنت علي أو معي أو مني، لا بد أن يقول أول شيء هذه الكلمة علي أو معي أو مني أو ما في معناها كعندي، فلا بد أن ينسبها لنفسه كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوها. طبعا المراد بالحمات هنا من هي؟ ها؟ هو الحماة تصدق على فين؟ في لغتنا الدارجة نحن تصدق على أخت الزوجة، هذا لغتنا الدارجة سمى حماتها، وتصدق أيضا على أم الزوجة كذلك، وهذا يستخدمها بعض الناس كذلك، بعض يطلقها على أم الزوجة وأحيانا يطلقها على أخت الزوجة. وأم الزوجة تحرم على سبيل التأبيد ولا على سبيل التأقيد؟ على سبيل التأبيد إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فإن على سبيل التأقيد. وإن قلنا إن المرادة بالحمات هي أختها فإنه على سبيل التأقيد، فدلنا ذلك على أن المصنف ليس له اختيار بأن قوله التحريم أبدي أن المحرمة تكون أبدا. طيب، إذن قال إذا قال هذه الكلمات الثلاث أنت علي أو معي أو مني وفي معناها عندي كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي، لأن هذه الأعضاء لا تنفصل، فإنه حينئذ يكون ظهارا. انظروا عندي مسألة أخرى دقيقة جدا، انتبهوا لها. نحن قلنا الجملة ما هي؟ أنت علي كظهر أمي. هناك جملة أخرى إذا قال أنت كظهر أمي أو أنت كأم، ما نقول كظهر، أنت كأم ليس كظهر أمي، إذن شبه الكل بالكل. إذا قال أنت كأمي شبه الكل بالكل، وليس فيها عندي أو علي أو معي، ليس فيها مع هذا الضمير. إذن عند الجملتان، أعيد المسألة مرة أخرى، عند الجملتان متشابهتان لكن الحكم فيها مختلف. إذا قال أنت علي كأمي، والحالة الثانية إذا قال أنت كأمي. الجملة الأولى أنت علي كأمي هذه ظهار، إلا أن ينوي التكرمة أو الكرامة، فحينئذ نقول الأصل الظهار لكن إلا أن تدعي النية. أما المسألة الثانية إذا قال أنت كأمي من غير علي أو معي فإنه لا يبقى الأصل فيها عدم الظهار إلا إذا نوى، هذا العكس. وفرق بينهما، قالوا لأن قول الرجل لزوجه أنت كأمي من غير علي هذا الغالب في الاستعمال أنه يكون مقصود به الكرامة، فالمغلب في الاستعمال هو الأصل الذي لا يحتاج إلى نية، وأما غير المغلب هو الذي يحتاج إلى نية. إذا الفرق بين المسألتين أنه إذا قال في المسألتين نويت الكرامة فلا يقع به الظهار، وفي المسألتين إذا قال نويت الظهار فهو ظهار، وإذا قال لا نية لي ففي الحالة الأولى إذا قال أنت علي كأمي فهو ظهار، وإذا قال أنت كأمي فليس ظهار. الفرق بينهما فيما إذا قال لا نية لي.
طيب قال أو قال أنت علي حرام. انظر المذهب أن قول المرء لزوجته أنت علي حرام فإنه يكون ظهارا سواء نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق، هذا مشهور المذهب وهو المعتمد. وهنا ننتبه مسألة أنا سأقف معها قليلا لأنها كثيرا ما يقع فيها الناس. هذه المسألة من أشهر المسائل، حتى ذكر ابن القيم في إعلام موقعين أن فيها 40 قولا في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام ما الذي يقع بها. وكثير من الناس يتلفظون بهذه الكلمة، والفقهاء لا يفرقون بين التعليق والتنجيز. التنجيز كان يقول أنت علي حرام، والتعليق يقول إن فعلت كذا فأنت علي حرام، فيجعلون الحكم فيهما واحد. وأنتم تعلمون أن التحريم إما أن يتجه للأعيان وإما أن يتجه للزوجة، فإن اتجه للأعيان فلا شك أن فيه كفارة يمين لقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلو حرم الشخص على نفسه كأسا أو قنينة أو كتابا أو سيارة أو أرضا أو طعاما أو شرابا فكل ذلك فيه كفارة يمين، إلا إذا حرم زوجة قال أنت علي حرام. فالمذهب أنه مطلقا يكون ظهارا، وعلتهم في ذلك قالوا لأن هذه الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل الظهار، والظهار أخف من الطلاق لأن الطلاق فيه فرقة والظهار لا فرقة فيه وإنما فيه كفارة. فحينئذ نقول إن يكون ظهارا. وذلك خطير جدا أن المرء حينما يحرم على نفسه زوجته هذا خطير جدا جدا جدا، فلينتبه في هذه المسألة. طيب يقول أو كالميتتين، إذا شبه المرأة بالميتة زوجته بالميتة أو الدم فإنه يكون مظاهرا لأنه محرم تناولهما. طبعا يستثنى من ذلك كله فيما إذا نوى أنك كظهر أمه في الكرامة فإنه يقبل حكما وديانة لا شك. طيب قال الشيخ وإن قالته لزوجها، لو أن المرأة قالت لزوجها أنت كأبي أو علي كأبي فليس بظهار وعليها كفارته. انظروا معي قوله ليس بظهار سأرجع لها بعد قليل، لكن قوله وعليها كفارته أي كفارة ماذا؟ الظهار. إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي يجب عليها كفارة الظهار، تحرير الرقبة أو صيام شهرين متتابعين، يعني خطير جدا. ومتى تجب هذه الكفارة؟ نقول تجب هذه الكفارة إذا مكنت من نفسها مطاوعة، وأما إذا وطأها من غير مطاوع من غير تمكين منها فلا كفارة عليها. طيب انظروا معي ألا يوجد تناقض بين قولهم إنه ليس ظهارا ويجب عليها كفارة الظهار؟ هل يوجد تناقض ولا لا؟ فيه نوع تناقض، لكن سم ليه يعني رتبت عليه كامل كفارة الظهار وليس ظهار، ما هو أثر الظهار إلا الكفارة؟ لا فرقة بالظهار إلا في حالة سأذكرها بعد قليل لأنها ترجع إلى الظهار، لا يسبب الفرقة وإنما فيه الكفارة من قبل التمس. نقول إن قول الفقهاء رحمه الله تعالى ليس بظهار هذا مفيد فائدة فقهية مهمة جدا، أن الزوجة لا تحرم على زوجها قبل التمكين، يعني قبل الكفارة. لو كان ظهارا الرجل إذا ظهر من زوجته يحرم عليه وطؤها قبل الكفارة، لكن لو هي التي قالت بالظهار تلفظت بلفظ الظهار لا يحرم عليه ولا عليها، لا يحرم عليه الوطؤ ولا يحرم عليها هي التمكين، لا يحرم عليه الوطؤ ولا يحرم عليها التمكين قبل الكفارة. إذن قول ليس بظهار فائدته أنه لا يحرم التمكين منها ولا الوطء من الزوج قبل الكفارة، بخلاف لو حكمنا بأنه ظهار، الأصل أن الظهار لفظ من الزوج وليس من الزوجة. الزوجة كلامه ليس قوله ليس بزوجي لا أثر له بالتحديد، الرجل هو الذي عليه يعني الكلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح من كل زوجة، هذه الجملة محل استشكال. لماذا؟ لأن أصل كلام المصنف
وتصح من كل زوج وهو المقنع، في أصل المقنع وتصح من كل زوج، هذا صحيح، فإنها تصح من كل زوج يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ الزوج المميز، فيصح من المميز ومن الحر ومن العبد ومن البالغ ومن الرشيد ومن السفيه، فكل زوج يصح طلاقه يصح إيلاؤه، وهذا صحيح. من لا يصح طلاقه دون سن التمييز لا يصح، والمجنون والمغمى عليه لا يصح إيلاؤه ولا ظهاره، هذا واضح الجملة. كذلك قوله وتصح من كل زوج يدل على أن غير الزوج ولو كان وليا لا يظاهر، أبوه أو وكيله لا يظاهر، الذي يظاهر الزوج نفسه. طيب، لكن المصنف هنا قلبها فقال ويصح من كل زوجة، ونفس هذه العبارة موجودة في المنتهى أنها تصح من كل زوجة، ونحن قلنا قبل قليل إن الظهار لا يكون من زوجة، ليس ظهار، كيف نقول يصح من كل زوجة؟ فنقول لها توجيهان أو ثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنها خطأ والصواب أن تكون زوج، والتوجيه الثاني أنه نقول ويصح لزوم الكفارة من كل زوجة، أي كل زوجة تلزمها الكفارة بشرطها، وهذا فيه تكلف، المقصود ويصح الظهار، ونحن نقول لا ظهار، فيه تكلف هذه الإجابة. وهناك جواب ثالث أن يكون العطف في قوله ويصح من كل زوج يكون معطوفا على محذوف، ويكون تقدير هذه الجملة ويصح الظهار من كل زوج من كل أجنبي، من كل زوجة، ويصح الظهار من كل زوج من كل زوجة، فكأنه حدث فيه تقدير، يعني يصح الظهار من الزوج لكل زوجته. وهذه الطريقة التي مشى عليها بعض الصراح أو محشي المنتهى، فلا بد من هذا التقدير، وإلا فإن العبارة يكون فيها ركاكة. طيب، قول المصنف هنا رحمه الله تعالى ويصح من كل زوجة، عرفنا هذه المسألة. طيب، في خمس دقائق انهي الفصل الذي بعده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويصح الظهار معجلا، معجلا واضح أي من غير تعليق ولا تأخير، ومعلقا بشرط، مثل أن يقول إن فعلت كذا أو إن قدم شهر رمضان فأنت كظهر أمه أو أنت عليه كظهر أمه، فإنه حينئذ يكون معلقا بشرط. ويترتب على ذلك أنه ما قبل وجود هذا الشرط ليس بمظاهر يجوز له الوطء، فإذا وجد هذا الشرط يحرم عليه الوطء حتى يكفر كفارة الظهار. طيب، قال وإذا وجد صار مظاهرا، يعني إذا وجد الشرط صار مظاهرا. قال ومطلقا أي ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا كما ذكر المصنف. ومعنى قوله يصح مؤقتا كأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر رجب الذي نحن فيه الآن، شهر رجب، فهذا الشهر إذا وطأها فيه فإنه تلزمه كفارة الظهار، وإذا ترك حتى ينقضي هذا الشهر فإنه حينئذ يعني يجوز له وطئها وينقضي ظهاره. قال فإن وطئ فيه أي في الشهر المؤقت فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. يقول الشيخ ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه، يعني أي كفارة، يعني أي وطء ودواعي الوطء مثل المباشرة والتقبيل ونحو ذلك يحرمان قبل الكفارة، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسا، وهذا يشمل الجماع وغيره، فلا بد أن يكون الكفارة قبل ذلك، وهذا يخالف اليمين، فإن اليمين يجوز الحنث قبل التكفير ويجوز التكفير قبل الحنث، وأما هنا فلا، فيلزم التكفير قبل الحنث. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء من المظاهر للمظاهر منها ودواعيه، وهو الاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منها،
قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا كان ظهاره مؤقتا ولم يطأ في هذه المدة التأقيت فلا كفارة عليه، لأنه لم يثبت في ذمته فقط بعد، لأن قال ولا تثبت إلا بالوطء، يعني لا تثبت الكفارة في الذمة ستكون واجبة إلا إذا وطأ. في الحالة الأولى إذا كان مؤقتا وانقضت المدة ولم يطأ فلا كفارة. الحالة الثانية إذا طلق زوجته قبل أن يطأها ألا تجب عليه الكفارة كذلك؟ فإن عاد وتزوجها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر. الحالة الثالثة إذا مات أحدهما فلا كفارة لأنها لم تجب بعد ولم تثبت. قال ولا تجب، نعم ولا تثبت الكفارة إلا بالوطء وهو العود، والمراد بالعود هو الوطء نص من نص عليه الإمام أحمد. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، أي عند العزم على العود. إذن كفارة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى تثبت وتجب في الذمة عند الوطء، الأمر الثاني تكون واجبة لكن ليست لازمة في الذمة، والفرق بينهما أنه إذا مات الشخص لا تخرج من تركته ولا تكون دينا فيها، لأن الكفارات كلها تبقى في الذمة ما تسقط إلا كفارة واحدة ذكرناها تذكرون، لا على المذهب إذا كان الشخص عاجز عن كفارة تبقى في ذمته، فإن مات تخرج من تركته إلا كفارة واحدة وهي كفارة الجماع في نهار رمضان فقط. هذا أن نكررها لك أحسن. طيب يقول ويلزمه إخراجها، يجب عليه إخراج عند العزم. إذن الحالة الثانية أنه يجب من غير ثبوت في الذمة عند عزمه على الوطء إذا رغب في الوطء، والأمر الثالث إذا لم يعزم على الوطء وإنما أراد أن يطلقها أو نحو ذلك فإنه لا تجب عليه الكفارة ولا تثبت في ذمته. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير، يعني لو أن زوجا كرر الظهار من زوجته قبل أن يكفر أكثر من مرة فإنما تلزمه كفارة واحدة، لأن القاعدة في التداخل أنه إذا كان شيئا واحدا ومحلا واحدا فإنه حينئذ تتداخل كفارته. قال قبل التكفير من واحدة، أي من زوجة واحدة، ومفهوم ذلك أنه إذا كفر ثم ظهر مرة أخرى وجدت عليه كفارة أخرى. قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، ممكن أن الرجل يظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة، يقول أنتن كظهر أمي، فما دام قد تكلم بكلمة واحدة وجب عليه كفارة واحدة، بخلاف إن ظهر بكلمات باختلاف المحل وباختلاف الفعل، فقال زينب كظهر أمي وفاطمة كظهر أمي وهكذا، فإنه في هذه الحال تجب عليه لكل واحدة منهن كفارة لأنهن منفصلات، وهي داخلة في قاعدة مشهورة وهي قاعدة التشريك، هل يقبل التشريك في الظهار أم لا يقبل ذلك. لذلك نكون قد أنهينا ما نريد أن نتكلم عنه من الظهار في درس اليوم، يبقى معنا إن شاء الله الدرس القادم تتمة الظهار وكتاب اللعان كامل بمشيئة الله عز وجل. ربما من المسائل التي نسيتها مسألتان مهمتان، المسألة الأولى مسألة تتعلق بالكفارة، نحن قلنا قبل قليل إنه يجب على المرء إذا ظاهر من زوجته أمران، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه فعل محرما، وسمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني أنه يجب عليه كفارة، وهذه الكفارة تجب عند العزم وتستقر في الذمة عند الوطء، فيجب عليه الكفارة، وتكون الكفارة كما سيأتي الله في الدرس القادم كم مقدارها، وتكون قبل الجماع ودواعي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل تطلق الزوجة إذا ظهر منها زوجها؟ نقول نعم، تطلق الزوجة إذا ظهر منها زوجها في حالة واحدة، وهو إذا ظهر منها وامتنع من الكفارة مع قدرته عليها أكثر من 4 أشهر، فيلحق حينئذ حكم الظهار بالإله،
فيأتيه القاضي فيلزمه إما بالهيئة وهو بالكفارة وإما بأن يطلق، فإن لم يطلق طلق القاضي عليه. إذن الحل فيها أو متى يفرق بين الزوج وزوجته بسبب الظهار إذا امتنع أكثر من 14. هذه مسألة يعني مهمة يجب أن تكون في الذهن. بقيت مسألة نجد لها مدخلا فيما لو ظهر من أجنبية ثم تزوجها، وما الفرق بينها وبين اليمين؟ سنفرض نتكلم في أول الظهار لكن اختصرت لعلي إن شاء الله ما أنسى. أبدأ بالفرق ما شبه اليمين بالظهار في الدرس القادم، سنبدأ به إن شاء الله أما نسيت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تمشي يا لو قال رجل، هذا الشيخ يقول لو أن رجلا قال لزوجته أنت عليه كظهر أمه 14، أكثر من 14، من 14 نعم أنت عليه أكثر من 14، حينئذ نقول إما أن تكفر وتفي، أو يجوز للمرأة إذا طالبت بعد انقضاء المدة من حين التلفظ بلفظ الظهار أن تطالب بالطلاق والفرقة. لا، يكفر قبل 4 شهور ما يكفر بعدها. لو انقضت 4 أشهر ما وطئها زين وهي لم تطالب بالفرقة، ما عليه كفارة. طالبت 4 شهور خلاص، يا يكفر يا يكفر يا يطلق. ليه ليه؟ إيه الله يعينها، يجب عليها ان تشرع مثلا. ما بعد 4 شهور. لا هم يعني سنتكلم هناك الإيلة أنهم يقولون وينذر القاضي الزوجة بكفارة وعلاج من مرض ونحو ذلك، فالعذر هنا من طرفه هو، فيجب عليه أن يفيئ بلفظه حينئذ، فيقول لو قدرت أو انتهت المدة وطأتك، ثم يصوم. يجب أن يشرع في الصيام، فهو أخر الكفارة. لا، يجب أن يفيء بلسانه. سمشي آمرني ترى ما أسمع شيخ عبد الرحمن. لا، هو هذا من الذي ترتب عليه أنه ليس إلاء، وحينئذ فإنه إن وطئها قبل المدة تطلق الزوجة ويعتق من علق العتق ويلزمه النذر. فإن لم يفعل ذلك فإن نقول إذا كان قصده الإضرار بها فلها الحق أن تطالب بعد 4 أشهر، وإن لم يقصد الإضرار بها فإنه يجوز ذلك، إلا إذا رفعت، مر معنا أنها إذا رفعت بترك الوطئ أكثر من 6 أشهر تضرر، فيفرق بينهما لترك الوطئ. ولكن حتى لو جلس 5 شهور بنذر يقول يجوز. لو قال والله لا أطأها 6 أشهر، لا ما قل ما نبي والله، قال علي أن أحج لبيت الله ماشيا إن وطأتها قبل 6 أشهر، فيقول على المذهب ليس إلاء فجوز له أن يمتد. طبعا فيها إشكال واحد، أن الشيخ موسى نفس المؤلف في الإقناع ضرب مثالا من صور الإلاء بصورة فيها نذر، مع أنه قال أن النذر في مقدمة الكلام. من أصل الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن كل تعليق يسمى حلفا، فالنذر التعليق على النذر والتعليق على الطلاق يسمى إيلاء. والحقيقة الرواية الثانية أضبط في قاعدة المذهب وأدق، ولكن مشهور المذهب لابد أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. المعلوم أن الشيخ موسى يعني معني باختيار الشيخ تقي الدين، وذلك يذكر كثيرا في الإقناع اختيارات الشيخ تقي الدين كثيرا، وهي من الكتب الستة التي رجع إليها. ذكر المستوعب ويصح المستوعب، اسم فاعل واسم مفعول،
ما في نص صريح في جعل مستوعب أو مستوعب. يصح مستوعب ويصح أن يكون مستوعبا، هو مستوعبا لغيره، وقد يكون هو مستوعبا يعني من الفقه مستوعب الأشياء يمكن هذا. فالشيخ موسى الشيخ موسى لا يعني يرجح خيار الشيخ تقي بن كثيرا في مؤلفاته. تلبس الذمة يعني ما يعني إذا ما تخرج من تركته. لا، العازم على الوطأ يوجبها فتكون واجبة عليه، فإن عازم على الوطأ ولم يطأ ومات ليست واجبة الذمة خلاص معلش. فإن عازم على الوطأ ثم طلق ولم يطأ ما عليك كفارة، لكن إن وطأ ثم طلق باقي عليك الكفارة في ذمتك، تبقى في الذمة وإن طلق وإن مات وهكذا. سمشي المرداوي في الإنصاف بلا إشكال خلافا لمن وهم من المعاصرين، وأقول وهم بمعنى كلمة وهم، أن مراده بلا خلاف أي خلاف المذهب. واسم الكتاب ما هو؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد، فهو لا يذكر خلافا خارج مذهب الإمام أحمد. ولذلك عندنا مسألتان، هناك كتب عنيت بذكر الاتفاقات مثل الفروع، والفروع هو أصل الإنصاف. فالشيخ القاضي علاء الدين أبو الحسن أول كتاب رجع إليه الإنصاف والفروع، ثم بنى عليه باقي كتب المذهب، وحق له أن يرجع الإنصاف، هو من أعظم كتب فقهية على الإطلاق كتاب الفروع. صاحب الفروع يذكر الوفاقات ولكن ليست إجماعا، وفاقا الأربعة وليس إجماعا، فالإجماع غير الوفاق. وبعض المتأخرين من الحنابلة يقول عده من مفلح إجماعا فيرى الوفاقات إجماع، هذا غير صحيح. ما لم يصرح بأنه إجماع فليس كذلك، فبالمفلح لا ينقل إجماعات إلا صراحة ومع ذلك سمى وفاقا. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قيل في المسألة بلا نزاع فهذا معني به فقهاء الحنابل المتقدمين جدا، فإنهم يقدمون الرواية التي لا خلاف فيها على غيرها. حتى قال الشيخ تقي الدين إن الرواية إذا كانت في مذهب الإمام أحمد واحدة لا خلاف فيها ولو خالفت مذهب الجمهور فإن هذا القول يكون الدليل معه أحق، مثل ما جاء عن الإمام أحمد رواية واحدة من نصوص أحمد أن ما يعني أن الوضوء من لحم الجزور واجب أو أكل لحم الجزور موجب للوضوء خلافا للجمهور. وفي مسائل كثيرة جدا هي مفاسد أحمد لم تختلف فيها الرواية، وذا قول بلا خلاف أي في المذهب. ومن أول من عني بجمع ما لا خلاف فيه في المذهب أو عن الإمام أحمد بالخصوص من الكتب المطبوعة هو كتاب إرشاد لابن أبي موسى الهاشمي الشيخ أبو علي ابن أبي موسى قاضي الكوفة في 450 قبل القاضي بشوي، القاضي 458 أظن قبل السنيات توفي. كتاب الإرشاد هذا من أهم ما عني به ذكر المسائل التي لم يختلف فيها عن أحد. طبعا كلمة رواية تكلم عنها قبل أن قد يقصد بها أحمد وقد يقصد بها أصحابه، ففيها توسع في إطلاق هذه اللفظة. فأهم كتابي في معرفة ما لا خلاف فيه هذا الكتاب، الإرشاد والإنصاف. الإنصاف بلا خلاف يشمل قول أحمد وقول من بعده. هو أخطأ واحد من المعاصرين وبلغته أن هذا خطأ، ولكن كتاب ما زال مطبوع على هذا، لكن سيعدل طبعا الآن. بلا أي شيء في الإنصاف ليس إجماع، ليس إجماع أبدا، هذا في المذهب في المذهب في المذهب. ولذلك خذ قاعدة أنه ما اتفق عليه فهذا أقوى درجات تصحيح المذهب. هذه خلاص إذا قالت بلا نزاع يعني خلاص يجيني واحد متأخر ويخرج خلافها فهو ملغي. ولذلك من مثلات التخريج الفقهي أمور، منها أن لا يوجد نزاع في المذهب، إذا جزموا بعدم وجود النزاع فالتخريج باطل. أن تعرف أضعف صور الخلاف المذهبي التخريج، وأضعف التخريج إذا كان احتمالا، لذلك ويحتمل أي هو تخريج ضعيف، فإذا احتمل احتمالا في مسألة لا نزاع فيها في المذهب فلا يصح. ما المفترض التخريج؟ المفترض التخريج إذا كان نص الإمام أحمد على خلافها، المفترض التخريج إذا كان قاعدة المذهب على خلافها، المفترض التخريج إذا كان لازم المسألة باطلا، وهكذا في مطلات من مطلات تخريج الفقه.
يعني رجل حلف أن لا يطأ زوجته زين، بعدين قالت ما أبقى خلاص، خافت على نفسها تطلب بالطلاق ليس لأجل إله وإنما لأجل أخ، لا لترك الوطء. ترك الوطء ينظر سنة كاملة، وأما الإله 4 شهور أقل، هذا الفرق. ترك الوطء شيء، سنة ما تطلق إلا بعد ترك الوطء سنة إذا كان عنين، وإذا كان غير عنين بترك الوطء 6 أشهر مثلا على الخلاف مثلا. وأما الإله 4 شهور تكلمت عنها في أول باب النكاح، فلأنه حلف بالله بخطورة هذا الحلف يقول 4 شهور فقط، ما وطئها تطلق، تبقى وينفق عليها وتجلس بيته. الرسول آل من نسائه شهرا ولكنه خرج عليه الصلاة والسلام وسكن في مشروبة عليه الصلاة والسلام في المسجد، فجاءه عمر قصة مشهورة، فيجلس في البيت يخرج. خلاص انتهى، خلاص ما في أي مشكلة في الظهار، أن تتكلم عن ظهار ولا إلاء، ظهار ولا إلاء، ظهار غير شك، ظهار غير، الظهار شيء والإلاء شيء. الظهار يقول أنت من غير يمين، أنت علي كظهر أمي، والإلاء يقول والله لا وطئتك، فيحلف بالله أو بصفة من صفاته. الثاني لا يشتر، لا يكون فيها يمين، والأولى فيها يمين، فعن أيهما تتكلم؟ إذا وطئها يجب لزمة الكفارة، يمتنع من وطئها مرة ثانية حتى يبقى الظهر إيه؟ ولكن يحرم عليها هي أن تمكن من نفسها، سنتكلم عنها الدرس القادم. في الظهار يحرم على الزوجة أن تمكن من نفسها حتى يكفر، ويحرم عليه أن يطأ حتى يكفر من قبل أن يتمس. الإله بالعكس الأفضل أنها تتجمل له لعله أن تطأها لكي سمي شيخ محمد، عذرني شيخ، سمي شيخ. 4 نعم، يشترط قصد الإضرار في النية، وتعرف النية بأحد أمرين. الأمر الأول بإظهارها، بأن يقول قصدت إضرارها، فإذا تكلم وبين ما هو نيته حينئذ هذا إظهار النية. الأمر الثاني إذا وجد سبب أو قرينة، وعندنا قاعدة أفرد لها ابن النجار في شرحه على المنتهى في باب الأيمان مبعد صنه فصلا كاملا، مؤدى هذه القاعدة أن السبب والقرينة يقومان مقام النية. هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، أن السبب والقرينة يقومان مقام النية. فإذا كانت المرأة امتنع منها زوجها مع قرينة تدل على قصد الإضرار، فحينئذ القاضي له التفريق بينهم. أيوة نصف سنة إذا كان غائب، ولكن في الثلث مطلق الوطء، مر معنا أنه في مطلق الوطء سواء كان قصد الإضرار أو لا. ولا لا نشوف كلام المصنف. شوف في شيء خلنا نراجعها ورب الحفظ القادم بإذن الله. في السنة كم؟ 14. إذا صار انضبط القانون أحوالنا 3 شهور انضبط، امتنع أبا فهو قصد الإضرار، صرح قال لا أريد أن أطأها، هذه قليلة. إذا أنا حلت إشكال مدام 14 نحل الإشكال، أنا راح بالي أن الثلث 3، إذا نحل الإشكال ثلث السنة 4 أشهر، امتنع 4 أشهر، هنا قرينة من غير عذر من غير سبب، وهو من القرائن الدالة على الإضرار بها، حينئذ ف
فهو ملحق ضبط القائل. من غير عذر، يعني لما نقول الشخص معه عذرك ليس مريضا ليس عاجزا ليس يعني أي سبب الأسباب التي تمنع من الوضع، هذا واضح، هذه قرينة واضحة جدا لأنه قصد الإضرار بها. كفارة واحدة، تكون كفارة واحدة كذا ولو كرر الكلمة الواحدة. من ذو حلف بالضبط، لا نقول إن المدة تحسب من حين اليمين سواء رفعت للقاضي قبل انقضاء المدة أو بعدها، فلو لم ترفع للقاضي إلا عند تمام الأربعة أشهر تماما فإن القاضي حينئذ أو الحاكم يعني يفرق من هذه اللحظة بشرط أن يثبت عنده التقدم. ولذلك دائما هم ماذا قالوا يضرب القاضي أربعة أشهر؟ قالوا لكي في الغالب أن يكون قد ثبت عنده هذا الشيء فيضرب من حين الحلف أربعة أشهر، يعني يحسب أربعة أشهر فتحسب المدة من حين التلفظ ولو لم ترفع للقاضي، وهذا باتفاق بلا خلاف يعني عند جميع العلماء أن المذهب لا خلاف، فليست من عند رفع القاضي، لأن هناك أحكام شيخ يتعلق حساب المدة بالقاضي وهناك أحكام تتعلق بالفعل، مثل المدة التي تحسب عند القاضي مثلا في معنى إن شاء الله في الغيبة، ففي بعض صور الغيبة من حين التقاضي سأتكلم عنها وقرار مجمع الفقه. وأما الأشياء التي تتعلق بأفعال الآدميين فإنها تكون من حين الفعل لا بضرب القاضي، وقد أفرد لها قاعدة خاصة بها منصور في حاشية على المنتهى، ما هي الأشياء التي تحسب أو المدد التي تكون من فعل القاضي وما هي المدد التي تكون من فعل المكلف، حد ذكر لها قاعدة من هذا المراجع على اللي يجي في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. سيكون أمان سيكون خلاص الأسئلة سيكون